هذا الراجل تكرفس عليا من نهار اللي تزوج بيه، هو مكرفس عليا، ولدت مع هاد البنيه، وهاد البنيه اليوم صبح الضحيه، تكرفس عليا مزيان، وهاد البنيه اليوم صبح الضحيه، كان كيتكرفس ليا عليها من الصور ديالها، من الصور ديالها، وانا كان بنت 6 شهور 7 شهور، وما انتبهتش مزيان. الوقت اللي انتبهت، مهم، كنت كنطلع السطح نشقى، كنسمع الدرية كتغوت، ما رديتش بالي مزيان. شوية دري السيد ملي تكرفس عليا بزاف، رفع بيا، انا رفعت بيه انا الاولى، الضرب والجرح وتهرس النيف، وهو يا رفع بيا طلاق الشقاق. طلاق الشقاق انا بغيته ماشي ما بغيتوش، الله هو اللي مقسم الزواج، مقسم الطلاق. ولكن هاد البنية ديالتي حد نهار غسلت ليها قبالة جاي راس العام، غسلت ليها وقلت لها مالك يا امي ما كنتي كتغوتي، قلت لي باباها كان يدير ليا عبد الرزاق، وكان يدير ليا، كان كيخشي ليا صبعو في نونوس وفي كاكا، وكيدير ليا نونوس وفي فمي. المهم انا يا مشيت عند الاخت ديالي باش نقول ليها، لقيتها ما مسالياش وكانت عيانه، جيت عند واحد صاحبتي امنتها، حلفتها في واحد 60 حزب، قالت لي شوفي سيري دي بنتك للطبيب. انا الوقت اللي غندي بنتي للطبيب كان السبت والحد والاثنين، وما كاينش خدمه، والثلاث راس العام ما كاينش خدمه. بديت الاجراءات نهار الاربع، ملي بديت الاجراءات نهار الاربع قلبت الدكتوره، قالت لي غرغروا عينيها بحال هكا، بدات تبكي، مشات كلمات طبيبه واحده اخرى، قالت لي ما عندهاش الغشه، قالت لي بنتك ما عندهاش الغشه. ما فهمتش شنو هو الغشه، حيت انا علاش ما فهمتش، انا يا انا كنت مزوجه بنت 15 عام، حيت هذا الراجل فيت فيه الزواج وانا فيت فيه الزواج. انا ما فهمتش هذا الراجل كيفاش تكرفس ليا على بنتي، وكيفاش تعدى ليا على بنتي، وكيفاش عطاها ضميره ويتكرفس على بنت بحال هذه صغيره. المهم واحد الطبيب كيصيفطني الطبيب وصل الطب الشرعي، ما بغيتش نقلب عنده، وجهوني باش نمشي نكتب شكايه، ما سمعتهمش مزيان، وما قالوا لي سيري كتبي عند البوليس، وانا مشيت كتبت عند كاتب عمومي، ديتها ليهم، قالوا لي عند البوليس، وانا نرجع في حالتي. علاش ما بغيتش انا كاع ندوز عندهم، حيت فيديري لي 22 يوم على نيفي مهرس ليا، انا يا نيف مهرسوا لي الراجل، وديري لي هرسوا لي جوج المرات، وديري لي في 22 يوم، وما تشد علي لا في الحبس لا حتى شي حاجه. وباقي دابا، باقي دابا الدوسي ديالي تيدوز، وباقي ما تعطانيش فيه الحق. دابا بنتي مني لقيتها مغتصبه، ما عرفتش شنو هو دابا غادي ندير، ما عرفتش كيما من غنهضر، ما عرفتش فين غادي نمشي انا وهاد البنيه. بزاف ديال الحوايج اللي اكتشفت عليها كيفاش كيدير ليها، وغوت وهضرت وكليت العصا عليه على هاد الشيء اللي انايا شفت على بنتي. وما حتى شي حد ما قال لي راه تقدر تكون، قال لي لا الراجل كيصلي ما يقدرش يديرو كيك. بعد رفع بيا الطلاق، وقلبت الدريه في الطلاق، مني قربتها في الطلاق ديالي، حيت مطلوب مني يشوفها من الصباح حتى العشيه، قالت لي واحد السيده قرات الورقه، قلت انا من الاحسن بنتي نتامن عليها ندير لها سيرتيفيكا، باش هو مني بقى ياخذها، تبدا تجي من عنده البنيه ندير لها شهاده طبيه، نبقى مأمنة على بنتي، حتى داك الراجل ما كيتأمنش عليه الواحد. مني مشيت راه ما لقيتش البنت، لقيتها مكرفصه عليها، ديتها ثاني لطبيبه اخرى، طب اختصاصي، حتى هي قالت لي راه، قالت لي حتى هي يا راه مغتص مكرفصه عليها جوج المرات، وكون دابا هادي راه جريمه، هادي راه قتل، وكون قتل ليا البنيه. مهم بزاف الحاجات، انا تنطلب من كل شيء اللي تيشوف هذا النداء ديالي وهاد الحاله ديالي يتعاون معايا، انا ما تنكذبش، واللي قال تنكذب يجي يسولني حاجه حاجه، ونجلس معاه، راه ما غنساليش مع الهضره يومين، وما نقاديش مع الهضره. وتنطلب من جلاله محمد السادس يطول لي الله في العمر، وفي الناس الكبار اللي توصلهم هذا الشيء ويشوفوه يحكموا بالحق،
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الأول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم أثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن. لقد قمنا بإضافة نعت صحي اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق. لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.